هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ الحين اول يوم باسطنبول، رايحين قاعد تمشي على محمد. اتوقع انتم شايفين هذا نفس المكان بالفلوج القديم، لان احنا نحب هذا المكان. فبنروح ناكل وبندش المجمع اللي يمنا، لان في جمعيه فبنشتري شيء اشياء، خرابيط وبيبسي وكذي عشان اخليهم عندي بالدار. وبس بس والله الجو وايد حلو، برد بس مو اللي اوفر برد، يعني للحين الحمد لله البرد الزين، اللي يعني ترى مالي بس تبالطوا، مع ان الكل قال لي وايد برد، بس للحين زين، اللي يعني متحمل هذا البرد. كان شمس حلوه واشياء فيا. بس والله هذا الوضع الحالي، اشوفكم بعدين. وناسة لقيت بالصيدلية هني عندهم ملك شيك، أحس باخذ شي منهم أشياء. بس خلنشوف الأسعار هني عندهم شنو. نبي الشامبو في لايت، وفي هذا، هذول اثنينهم السيلفر، وهذا مو حاطين الأسعار. محمد سلة ولا شوف أحد يعني يساعدنا. وناسة في وردي بعد. هذا ما أدري شنو. هذا ليبن فوم. لا أقصد هذا. لو سمحت. إيه يلا خلينا نلف. في عندهم الأرجان أويل، بس أنا ولا مرة جربته. بس أنا أحب إن في كذي أشياء صغيرة، يعني الأحجام صغيرة. هذا بعد شامبو برتقالي، بس أتوقع هذا مو حق نوع شعري أنا. الحين دشينا هذا المحل مال المواعين، لأنه وايد أستانس على مواعينه. كل مرة نيم كل مرة أخذ منه أشياء حلوة. فالحين أول مرة ندش عشان شنو؟ بس شي نطالع وبعدين أجيله وأشتري، لأن ما أقدر أشيل، يصير وايد وايد شي أشياء. في أشياء والله تونس، عندهم أشياء حلوة، مواعين، فازات. محمد شوف انا عاجبني هذا الست، هذه مالت الحليب وهي مالت السكر، واخذ هذا عشان بلشت اقعد بالحديقه اشرب قهوه. صح، بس بدون مالت البيض، بس هذولا حلو. هذه التوسته أكيد لازم بعد نمر صيدليتهم الشهيرة، طالع شنو في أشياء. بس ما حصلت أشياء وايد، بس زين. الحين دشينا H&M. لا شنو اكو شنو ماكو.
مشكلة إن وايد أشياء كلها شيء صايرة صوف وأنا ما أحب. يعني طبعا هذا شحلاته التنورة تينن مع هذا، بس صوف صوف حيل، هذا اللي يحك حك عرفتوا، فحسافة. وحتى شيء سوالف هذه كلها صوف، هذه شحلاتها هم من صوف، فيضيق الخلق شوية. هاي الجمعية ليش نشوف أشياء. حمد تأخذ ناخذ فروت. شو تبي؟ والله وناسة حق هالوين. زين شيء ونس. يما توني أشوف هذا أنا اللي فوق. كافي كاكاوات مني. هذا مو صح شو. هني في مكسرات إذا تبي. كاكا هني. أحلى شيء إن الجمعية ما فيها أغاني. ما يتسكر علي هذا. أوكي لحظة بشوف مني أول. يمكن ألقى هذا الورد سايز صغير. قالوا هذا اللي أنا أحبه، بس أبي الصغار اللي يصيرون هالحجم. في بعد منزلين شاركول جديد لونه أسود، بس ماكو هني. ما في أشياء. ما في، شفت ما في حتى هذا اللي بالورد ماكو. صدق؟ والله. هذا شنو؟ كل كبير. أنا أبي منه صغار يعني. إيه. تبي اي بطاط؟ اي شيء عادي. من هناك اخر شيء في بطاط. لقيت بيبسي؟ انزين ابي رد بالحمد. ابي الابيض وابي الاصفر. كاكاو انت نقعد لان تخصصك. لا مو بعدين بالليل راح تقول تبي، فاخذ من الحين احسن. اوكي اخذ هذا خفيف. احس هذا حلو. اخذ واحد. ايه اخذ واحد منه. ايفن بيتر. شنو بعد انزين؟ في هذا رخيص. وينه؟ أنواع ثانية يعني. هذا شنو؟ هذا أوريجينال. الثاني كاتشب. خلنا نأخذ كاتشب ما جربنا. شيك مانجو. أشوف شنو في أشياء. في والله أشياء حلوة عندهم. الحين هنا المحل مال الكلاصات عشان شي ناخذ الأشياء. بس تخيلوا أنا اليوم الصبح أنا من
من امس منطرنا بلاعيم قاعد تعورني، شريت الحين ادويه، خذيت حبوب ماس، بس امس بالليل شوي حرارتي كانت عاليه، فطبعا وجهي يبين يعني صدق مالي خلق صراحه اني امرض، لانها يعني كلها ترى يومين لي أين يعني مو مال ان امرض الحين. المهم قمت وتبحت وبدلت وتمكيت وجيت الصالون سوالي شعري، عاد والله كنت حاطة مكياج حلو بس مو مبين من الإضاءة. ويا بس قاعدين نحوس بالسوق وبنروح الحين بعد ناكل. وين راح؟ تخيلوا في مناك كلب فجأة شي طلع لنا واحنا في الشارع، بس كبير كبير وايد، بس حرام شكله مسكين يعني، بس وايد كبير. الحين رايحين المطعم دحل لنا اياه فبنجربه واقول لكم اذا حلو او يعني عادي. عاد هني طريقتهم، تجون عند اللحم تنقون شنو اللحم اللي تبونه، تروحون عند هناك تروحون عند المقبلات تنقون شنو تبون. شويه شويه يعقد بس ما ادري، هو حمد اللي قاعد يختار. ريش؟ اي ابي ريش. تبين بالطماط ولا بالكريمة؟ انت شنو تبي؟ وان وان ايه عشان نجرب صح؟ بس حمد لا تطلب وايد، الحين كم نوع انت طلبت؟ 3 انواع عشان لا يصير وايد. اهم شيء الريال مال اللحم يقول حق حمد انتو كم واحد، عشان يقوله بس 2، عشان يقوله خلاص. وايد خذينا بس ما ادري، الحين نجربه واقول لكم. قلت براويكم شنو الاشياء اللي شريتهم للحين. احس وايد شمس، شنو شي شوي شي احسن. اوكي لحظة، اوكي ابي اراويكم الخرابيط اللي شريتهم للحين، لان بعد شوي بروح سوق ثاني، فابي ادخل هذول بالجنطة عشان اعرف اذا راح احتاج اني انا اشتري جنطة او لا. فقبل لا ادخلهم ابي اراويكم الاغراض. شريت هذا الترنش كوت، حبيته عشان لونه حلو، لونه كحلي فصاير شي وايد يشوق، عرفتوا؟ اي شي ابي ليت احلى عشان شي يبين طول ميك اب. المهم شريت هذا الترنش كوت، ولا تسألوني ليش بس هذول عجبوني، ما ادري حسيت راح يطلع لهم شيء بعدين، بس ما ادري عجبوني. وشريت من الصيدليه، شريت خرابيط وايد يعني مثلا سوالف كذي، لانه انا هنا قلت بسوي لي عرفتوا اللي يسمونها emergency bag، يعني تصير جنطه حق الاشياء يعني الضروريه، احطها مثلا مكتبي، احطها مثلا بجنطة سفر تصير دائما موجودة، شي يكون فيها مثلا قطن، صمغ رموش، هذه الاشياء اللي ممكن ننساها ولا ممكن تضيع، فانه يصير عندي جنطة تكون زاهبة. فحسيت ايه يعني وانا اسوي الاشياء مو غالية، فخلي اسوي شي، فمثلا شي قطن صغير، السوالف شي، مواسة، ما ادري ليش بس حبيتهم. هذه مسكرة انا ما جربتها ولا ادري حتى شنو البراند، بس حبيت ان المسكرة شي بنفسجية، فقلت بلزق عليها ستيكرز، احس راح يطلع شكلها وايد يشوق، واتوقع انها حلوة يعني، لان انا ما احتاج مسكرة تكون واو، لان انا اوريدي احط رموش عرفتها، فقلت يا بلعب فيها يعني. خذيت هذا الوردي، انا مو وايد احب هذا البراند، هو زين بس انا افضل هاوس اوف لاشز، بس شريته لان هنا عندهم دينارين فخذيته. وخذيت سوالف كذي
باستيل وهالسوالف حق رفيقاتي كذي. هذا برونزا هذا وايد عجبني فأحسه حلو. يا شريت وايد منهم هم من قطن. وخذيت هذا اللي بالشاركول، كان ودي ألقى واحد صغير بس ما في، فقلت خلاص مو مشكلة راح ألفه إن شاء الله ما يصير في شيء ما يتبطل علي. فيا هم من شي سوالف. وخذيت هذا القلم أورنج، بس حسيت بالميك اب راح يطلع حلو، يعني أقدر مثلا أحطه بعدين أحط عليه شادو أخليه يصير يعني يكون اللون البرتقالي يكون شي فاقع شوي مبين. فيا فخذيته. وبعد خذيت هذا حق زيون ستيكرز تحطه على الأظافر. وخذيت هذا مو عشان الرموش، أتوقع الرموش كلش مو حلوين، بس عشان العلبة. شوفوا العلبة كذي، فأقدر إن أنا أحط الرموش اللي أبيهم مثلا إذا مسافرة وهذا وأحطهم جنطة الميك اب، حسيت حلو. وهذا حق الإميرجنسي صدق، هذا حلو فيه بلاستر وفيه كذي أشياء يعني نفس إسعافات أولية أو فيرست إيد. فيا حلو. خذيت من هذول لأن أحتاجهم، المعادن الصغيرة. خذيت هذا لأن شي لونه وردي فبحطه دار التبديل. خذيت رموش هم من بجربهم، ما لي إذا حلوين ولا لا، بس أتوقع زينين لأن أنا راح أقص أكثر من نص الرمش، فأتوقع راح يصير زين. خذيت أجربهم. ورحت ماك، خذيت من ماك فيكس بلس صغير، وهذا الكحل شي لونه وردي، هو اسود بس القلم نفسه من برا لونه وردي. وفيكس بلس هم من شي صغير حق الجناط اللي وايد صغار فيونسون. وانا كنت رايحه قاعده ادور على هذا، هو بلاشر بس في كانه هايلايتر يعني شي شويه يعطي اضاءه، اسمه انتو ذا بينك، يقولون وايد حلو، فما ادري بجربه وراح اقول لكم. هذا هو. ومن مانجو خذيت هذه الجنطة عشان أنا كنت راح أطلب جنطة مشابهة حقها من أمازون. هذه شنو تسوون طريقتها؟ يعني تحطينها داخل الكيبال مثلا اللي بتمسكينها بالمطار، فتقسم لك الأشياء تحطين فيها، طبعا فيها سحاب هني وتتسكر شي تقدرين تنقطينها يعني من هذولا. انزين، وفيها مخابي كذي، فتقدرين تحطين مثلا الجوازات، تحطين التذاكر، تحطين مثلا بوكج، تحطين الاشياء اللي ما تبينها تحوس بالجنطه، فلما تفتحين الجنطه تطلعين بس هذه، عرفتوا؟ يكون كل شيء داخلها. وخامتها حلوه ضد الماي، فحسيتها يا مفيده يعني، فقلت نلعب فيها نشوف اذا اوكي ولا لا. ومن مانجو شريت هذا، عجبني لونه. وشريت هذول البلايد لانه اشتريت ثنتين لان احبهم انهم مرتفعين من هني، فانا احب هذه القصه ويكون مرتفع وطويله، ملات اتش اند ام شوي يصيرون قصار، فاذا تحركتي ترتفع البلوزه، عرفته؟ بس هذول لا، هذول طوال فيدشون داخل البنطلون ما ياذونك. وشريت بعد هذه التنوره، عجبتني كسرتها وحسيتها حلوه مع بوت وكذي جي جي ستوكينج اشياء كذي، راح تطلع حلوة مع هاينك أسود، راح يصير شكلها رسمي. وعجبني هذا البنطلون، هو هذا نازل معاه بلوزة فساير ترينينج سوت، بس حسيت البلوزة مو قصتها مو مريحة لأنها سايرة القصة كذي، فعرفتها لما تحركين ما أدري حسيتها ما أدري شلون. فخذيت البنطلون لأن حبيت اللون وحسيته مريح ويلوك كذي حق سوالف مطار وأشياء. وخذيت معاه هذا التيشيرت لأن حسيت اللون وايد حلو، عرفتوا؟ فمع بعض اللون حلو، واقدر مثلا احط فيست من فوق او مثلا جاكيت جينز شيء كذي. وبعد خذيت هذه البلوزه، حبيتها انها مبطله من هني فالسلاسل تبين، وخامتها حلوه شيء ناعمه وكذي، ومن قدام قصيره ومن ورا طويله، فحلوه باللف. خذيت بعد تيشيرت ابيض ساده لانه دايما احتاج. وهذول خواتم حلوين حق هني، ف نضرب بطلهم الحين خلينا نجرب. اوكي ايوه زين، شوفوا يونس في هذا اللي هو ال شو يسمونه الذهبي، وفي السيلفر. السيلفر انا ما ابي، فاشوف له صرفه.
بس عجبني. وانا وايد صعب قياسي هني لان ايدي صبعي هذا وايد صغير وايد صعب. وبعد شنو شريت؟ رحت سيفورا ما لقيت فيه اشياء وايد بس لقيت اشياء حلوه. خذيت قلم تحديد اللي كنت ادور عليه من انستازيا اللي هو ديب توب وايد حلو اللون. وخذيت من لانكوم. انا لانكوم ترى مو وايد معاه بس شفت عارضين حمرة وجلوس يم بعض وايد الوانهم حلوه فخذيتهم. كذي صايره الالوان حلو. احس على الشفايف راح يبين اكثر بس هي الدرجات 422 والثانيه 351. هذه كذي على جلوسي وايد لونهم حلو وايد وايد حلو. وخذيت هذا الفاونديشن من ديور لان اللي يشتغل هناك صراحه وايد اذاني هو يقول لي اخذي وعطاني درجه فاتحه ويقول لي لا هذه درجتك اللي هي 2M ما ادري. هو يقول مبلا انت لازم تحطين كذي لا تحطين وايد غامج انت يعني لما قاعد اقول انا ما احط هالالوان يقول لي لا ما يصير لازم تحطين هاللون لان عقب نص ساعه راح يغمج شوي فراح يصير حلو. المهم قلت له اوكي خلاص عطني اياه فخذيت هذولا من سيفورا. ومن هذا المحل عرفتوا اللي كله شي دلاقات وجيجيات وكذي خذيت منهم جيجي شفاف ولقيت نظارتي. وخذيت حق زيونه هذولا على هاري بوتر. وانا كنت قاعد ادور على الدلاقات الكشمير فحصلت عندهم وايد حلو وايد ناعم وبخاطري البسه مع بيركنستوك اللي فيها فرو. فانا اللي عندي رماديه مع فرو ابيض فحسيت الرمادي راح يطلع حلو معاها. وخذيت اسود وخذيت بني. احس البني راح البسه مع نعالي للفي اللي كنا هذا كنا مخده فيا حبيتهم. من H&M خذيت هذول الدلاقات اللي يصيرون كذي مخططين طوال ايوه كذي لان عندي الفي اللوفر احس راح يصير حلو معاه بلشتنا يعني يلبسونه كذي مع تنوره قصيره ويصير كذي الدلاق مع اللوفر من تحت احس راح يطلع حلو. وخذيت هذا النعال حبيت لونه حسيته يشوق شي يونس. وخذيت هذه التنوره ما ادري راح تطلع حلوه ولا لا بس هي على ميو ميو فايب ما ادري بجربها بشوف اذا حلوه ولا لا. وبعد خذيت هذه على كيت فايب انا بس مو حابه هذا ما ادري يمكن اقصه اشيل هذا واخليها تصير شي نازله 3/4 بس دلعتها حلوه بس ما قايس ترى راح يبين بعدين لما قايسها. وشنو بعد وخذيت كذي خواتم شي صغار لان انا راح اموت واصيد لي هني خاتم فاخذت هذول. وبعد عجبوني هذول الوانهم حلوه ابيض والبنفسجي هذا الليلكي فيا هذولا H&M. ومن هذا المحل لقيت عنده اشياء حلوة لقيت عنده هذه القطعة تنلبس يعني هي تصير هودي وهذا يتسكر بس انا راح البسها على قميص ابيض شريك يعني هي بس شي تصير قطعة شي عرفتها فيا خذيتها. وخذيت هذا التريننج لان لونه حلو خامته حلوه ويمشي مع البيركنستوك مع الدلاق الكشمير عرفته فانا اركب الشيء من بالعكس عرفته يعني مو القى التريننج بعدين اركب عليه لا القى اول شيء الدلاق بعدين اركب عليه فوايد كان عاجبني هذا. وحبيت المخابي وايد حلوين وحيل حلو حق مطار ليش؟ لانه يصير بجامه فتقدرون تنامون فيه مو يعني مو لازم ان تبدلون وكذي فحسيت انه يعني حق شي سفرات طويله حلو يعني مريح حق الطياره. وهذا الهودي ماله صاير كذي فتلبسينه وتحطين مثلا فوقه بالطو
مع تشي الدلاق والبيكن ستوك راح يصير شكله وايد ستايل ومريح وتنامين فيه بالطياره عادي ما يأذي. وخذيت بعد هذه لان حبيت لونها وقصتها، حسيتها مع الجينز تطلع وايد حلوه خاصه حق الفتره هذه اللي للحين ما صار وايد برد، عرفتوا؟ فكذي مع جينز كذي تدخلين شويه فيصير شكلها حلو. كان في منها بيج وكان في زيتي بس انا خذيت الكحليه. وبعد ينيت لما لقيت عندهم ميلك شيك، تخيلوا شوفوا هذا الباكج جديد مسوينه حق الكانسر، فاخذيت حقي وحق رفيجاتي فوايد وايد استانست ان لقيت في صغار، خذيت بعد صغير. واو وايد 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 خمط، واو كل شيء اشياء. وخذيت هذا هو مو فيتامين سي، هو شيء فوار عشان ينوم فقلت يمكن زين. وخذيت هذا بعد القميص اللي ينومون. وبعد هذا هم الميلك شيك هو يعني بودر ترشينه فانه ينفش الشعر شوي عشان ما يصير شيء لمنزج. هيا حد يستانس. وننسى اكثر شيء استانست عليه الصغار، عشان شنو؟ عشان لما اسافر اخذ معاي الصغار. وخذيت نوعين شامبو اللايت والعادي مع الكونديشنر. هيا شنو بعد في شيء؟ ايه خذيت المواعين، بس المواعين راح اراويكم اياهم لما ان شاء الله لما ارد الكويت، لان شوي وايد لويا ان ابطلهم ما بيفتحهم بالكراتين، انا بحطهم بكراتينهم بالكريون عشان ادخلهم معي الطياره لان اخاف انه ينكسرون. بس شريت شو يسمونه وايد اشياء، يعني اشياء اتونس راح اراويكم اياهم ان شاء الله بعدين. فيا اتوقع اني لازم اخلص الفلوج هني لانه صار وايد طويل. فيا كان هذا هو فيديو اليوم، اذا حبيتوا اعطوه ثمز اب ولا تنسون تشغلون الجرس او البل عشان يوصلكم نوتيفيكيشن ان نزلت فيديو جديد فما يطوفكم اي فيديو من فيديوهاتي. واهم شيء اهم شيء بنات لازم تسوون سبسكرايب حق قناتي، لان يا جماعه وي شود بي فريندز. احبكم وايد وايد بنات، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي ويلا باي.